في حضرتك في الفنانين اللي تضامنوا معاه، والموضوع بقى اوفر جدا وجاب اثر يعني رد فعل عكسي. مع مين؟ عامل النظافه بتاع كشك التحرير. راي حضرتك في ما الفنانين؟ وقع مع العوض اهو. يعني الفنانين دول يعني عايز اقول ان هم بيكسبوا شو على حساب الراجل ده، ولا انت حاسس ان العوضي ما كانش بيكسب شو؟ العوضي مشهور مش محتاج، هو كان بياخد بخاطره. فهم غلط. بعدها بقى ناس كتير بقى مشوا على التراك بتاع العوض. حضرتك شايف ده ايه برضو يعني؟ لا ده ركوب الترند مثلا. والله هو كل يعني انت رايك في الموضوع ككل، كل اللي بيعمل ده مع الواد ده دلوقتي. أيوة. كله في شنك، في شنك. كله ركوب ترند. اللي قالك انا بمضي معاه برنامج، طب ما تجيب الراجل اللي بيمضي معاك ده. طب خد اكبر من حجمه، هو عنده حجم عشان ياخد اكبر من حجمه؟ هو بني ادم عادي. طب انت يعني شيء متضامن مع الناس بتوع كشري التحرير في موقفهم معاه؟ هم عملوا ايه بتوع كشري التحرير؟ ان هو مرضوش يخلوه يخش ياكل بمناخ الرصه. لا دخل وقعد، انا شايف الفيديو، دخل وقعد وكان بياكل. يعني هو ما غلطوش، هو واخد طبق تكويه. تقعد ليه؟ ما الترابيزه دي فيها خدمه. فيها خدمه. وهو اساسا عمال النظافه اللي بيعدوا قدام الكشري التحرير، الناس دي بتاخد وجبات منهم ببلاش. ليه بقينا نجري ورا الحاجات دي؟ عشان في تفاهه دلوقتي، كل الدنيا دلوقتي ماشيه في التفاهه. هنستناك في حاجه جديده امتى؟ وهتعمل لنا ايه قريب ان شاء الله؟ ايوه ايه، عندي برنامج مع ايمان ابو طالب بالخط العريض. الخط العريض يوم الجمعه الجاي الساعه 8 مساء. هتنورنا وتشرفنا. شكرا يا ممدوح.